فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان علي كفارة صيام شهرين متتابعين فوافق أيام العيد، فما المشروع لي؟ هل يشرع لي الفطر؟ لا، أيام البيض أو العيد. العيد، العيد. إيه نعم، كل فطر واجب. الحائض إذا تصوم شهرين كفارة إذا جاه الحيض تفطر، وإذا انتهى الحيض تواصل تبني على ما مضى. المسافر إذا أفطر في السفر وهو يصوم كفارة، إذا انتهى السفر يبني على ما سبق يواصل، لأنه عذر شرعي هذا. فكل فطر واجب أو فطر مستحب لا يقطع التتابع. نعم.